Daarvoor uw dank, meneer de burgemeester. En ook alle collega's. Assalamu alaikum. اسمي أمين. وأولا وقبل كل شيء أعرف بنفسي. أمين أولاد المارودية، 35 سنة، مولود في مدينة هيرلن في هولندا، في أقصى جنوب هولندا، يعني حدا ألمانيا بتقريبا 8 كيلومتر. الوالدين من المغرب، أصلهم من مدينة تيفلت، واحد 30-40 كيلومتر من حدا الرباط. وفي حياتي اليومي أستاذ في الجامعة اللغة الإنجليزية أدرسها، وكذلك باحث في جامعة أمستردام في قسم التاريخ، وأيضا مستشار في مجلس البلدي في هيرلن. فقررت هذه السنة أن أتقدم لملف ترشيح العضوية للبرلمان الأوروبي، وبهذه الرسالة أوجه الجالية المغربية مقيمة في هولندا والمغاربة يعني في أوروبا كامل. فطبيعة الحال كما تعرفون الترشيح والتقديم إلى البرلمان الأوروبي ليس من السهل. فأولا وقبل كل شيء الحضور، نحن يعني كمغاربة في هولندا الحضور في البرلمان الأوروبي راه شي حاجة كبيرة. فأي حاجة اللي تتقال في البرلمان الأوروبي يعني عندها وزن. الصحافة تنقلوا ذاك الكلام وتوزعوا ذاك الكلام في الجرائد وفي التلفزيون. فأي حاجة اللي إن شاء الله غنقدر نقولها في البرلمان الأوروبي غادي يكون عندها وزن وتأثير في الواقع. فبهذه الرسالة أوجه الجالية المغربية المقيمة في هولندا أن يصوتوا عليا إن شاء الله في 6 في شهر 6/6، يعني 6 يوني. وكان عدة قضايا اللي ممكن نناقشوها في البرلمان الأوروبي، يعني النقاط كثيرة، لكن بغض النظر عن تحقيق هذه النقاط فالحضور كما قلت هو أهم شيء. فنحاول إن شاء الله نحقق هذا الأمل، وإن شاء الله نفوز بمقعد في برلمان أوروبي. وبارك الله في حسن ظنكم، والسلام عليكم. En ook dank voor de camera die er nu tegenover de moskee staat. Dat heb ik trouwens nog eens niet gezien. Dat viel me pas vandaag op. Dus dank, dank en dank. En het bestuur van de moskee achterin, die willen u ook bedanken op hun eigen manier.